ايه بس هي معنا مخاطرة كبيرة؟ والله سوزان عم تحكي مزبوط يا ابني، بس ما في عنا حلول تانية. لا تشغل بالك يا اخي، رح نعمل كل شي حسب الخطة. هو انا مع يعقوب بيك. شكرا لكم. عمي اليخت مسجل باسم اكرم وواقف بمين عيني كوي. غصون اعطيني موبايلك، ممكن ترجع رفيف تتصل. يلا سليم يلا. ماشي يعقوب بيك. رح توقفوا وتراقبوا من بعيد ومع إشارتي بتتدخلوا. ماشي؟ حاضر يعقوب بيك، لا تشغل بالك. أهلين أمي. أهلين فيك يا روحي. فيك تجي نواحي بيتنا هلأ يا ابني؟ لأنه بدي أحكي معك بشغلي. أمي أنا في عندي قصة مهمة كتير هلأ ومشغول فيها، بعدين بحكي معكن. ماشي يا روحي، الله معك. طمني سليم مش الحال؟ هنن عم يجهزوا حالهم، هلأ بيجوا. تمام. شو يا شباب، كل شي مفهوم؟ مفهوم يا بيك. وبلكي عصب مني لأني ما جبت مراد. نحن موجودين وما راح نسمح له يأذيكي، لا تخافي. أنا شو لازم أقول؟ والله نسيت. غصون شرحت لك 100 مرة، راح تقولي إنه مراد بالسيارة وبعدين بتعملي حالك رايحة تجيبيه وترجعي، ونحن راح نتدخل فورا. فهمتي علي؟ فهمت خلص. اصحك تتوتري وتخافي مشان ما ننكشف، اتفقنا؟ يلا. انتي لانسي الغصون؟ ايه. رفيف خانوم بعتتك؟ ايه مزبوط. وين الولد؟ خليته بالسيارة لانه الدنيا كتير برد، حتى انا تجمدوا ايدي. يلا استعجلي روحي جيبي. بس شو بدي قلك، اغراض الولد بالباكاج وانا ما فيني احملهم كلهم لحالي، ممكن تساعدني فيهم؟ تمام ما في مشكلة. انت كمان معولك؟ انا يعقوب يوروخان عم الولد اللي عم تحاولوا تخطفوه، انا بورجيك.